أنا من عشاق الفريكة، أحبها مرة مرة مرة، أحبها كذا مع دجاج ومع بازلة كذا، مرة أعشقها. بس اليوم بنسوي فريكة بالكريمة، أو اللي يسمونها روزيتو الفريكة. أول مرة أجرب هذه الفريكة صراحة، مدحوها كثير من الأردن. الفريكة ما تحتاج نقع بنات، في ناس تنقعها عشان، بس عموما هي ما تنقع. مكونات وصفتنا مرة سهلة، وراح أستخدم فيها بهارات التوليفة بديل الماجي وبهارات التوليفة الخاصة. بهارات التوليفة الخاصة بنات من ضمن المجموعة حقت باكج العيد، تنباع لحالها طبعا، تقدرين تستخدمينها في كثير وصفات. تعتبر من أنواع البهارات المشكلة، بس نكهتها مرة غير وحلوة. حتى لونها، لو أفتحها لكم الحين تشوفون لونها، شوفوا لونها، لو تشمون نكهتها تقدرين تستخدمينها مع كثير وصفات. بدل بهار دجاج، بدل بهار اللحم، ممكن تستخدمينها مع المرق، مع بهار المرق والإدام، تحطين بهار توليفة بيعطي برضو نتيجة خرافية. نجي الآن يا بنات عليها عرض، العرض ما يتفوت صراحة. فيه مجموعة من البهارات اللي تناسب صراحة وصفات العيد، بهار البطاطس، بهار عثماني، في بهار الدجاج، بهار اللحم، تعرفون يعني نبدأ خلاص نبدأ نسوي، نرجع للرز مرة ثانية. بهار التوليفة الخاصة وبهار المعمول، بهار المعمول رهيب حقنا، مرة رهيب صدقوني. اللي يسوون معمول بيستخدمونه وبيخلص منهم بسرعة، وبترجعون تطلبونه مرة ثانية كثير. حتى محلات كبيرة تاخذ منه بهار المعمول. الحقوا اطلبوا قبل لا يوقف الشحن عشان يمدي نشحن لكم اياها. حطيت لكم انا الروابط من قبل. سخنت الزيت، راح نضيف البصل. وصلت لهذه المرحلة راح أضيف ثوم، هذول فصين ثوم، وأقلبهم كذا لحد ما تشمين بس ريحة حلوة، لسه ما الثوم ينحمس. راح أضيف الدجاج، هذا صدر واحد لأن كميتي أصلا بسيطة، كل اللي بسويه كوب واحد بس فريكة. راح أضيف الماشروم الفريش طبعا بنات، راح تضيفين الفريكة. الفريكة قلت لكم ما تنقع، ما شاء الله تبارك الله الفريكة هذه نظيفة ما فيها خس وكذا، حاولت أنظفها نظيفة، بس غسلناها ونظيفها. كل كوب فريكة له كوب موية أو كوب وربع موية، غالبا بحط كوب لأني لسه راح أضيف الكريمة. قلب شويات، ريحتها حلوة يعني لسه ما حطيت بهارات، مرة أعشق. على فكرة الفريكة تلاقونها بكل مكان، يعني الكرتون هذا اللي أنا صورته لكم أخذته من سلة جرش بالعقربية. أضيف البهارات، عندي الملح، عندي رشة بسيطة جوزة الطيب، اللي ما تبي لا تحط، عندي هنا الأسود، كركم، وأكيد ألذ بهارات في الحياة. من بهارات التوليفة راح نضيف توليفة الخاصة فيها جرش بسيط، وراح أضيف بديل مكعب الدجاج الماجي. أقلب هذه المكونات كلها مع بعض. الله الله، بدأت تطلع الريحة، جعت يا جماعة قسما بالله، أنا أعشقها، ريحتها تشهي تشهي. أقول لكم بهارات التوليفة تخلي الأكل اللي مو العادي مو عادي، بس أنتم ما تسمعون كلامي. حطيت كوب من الموية، خليه يطبخ على حرارة عالية. معاملة الرز أول ما يبدأ يظهر على السطح بنقصر عليه أكثر حرارة، ونخليه يترسى أو يتسكر، نغطي عنه الغطاء يعني، ونخليه يتسكر. أعشقها هذه الوصفة، طبعا لو جنبها بعد دجاجة محمرة يا سلام، بس إن شاء الله أسويها زلة، إن شاء الله أسويها مرة ثانية، نشوف متى هم بيختفون أو بيروحون مع أخوياهم وأسويها. أبو أسامة عادي ياكلها، بس العيال ما يحبون الفريكة، أنا مرة 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 أعشقها. على فكرة نفس الوصفة تقدرون تسوونها بالأورزو، اللي هو المكرونة اللي زي لسان العصفور، عرفتوا؟ تقدرون تسوون نفس الوصفة تقريبا، وتحطونها بنفس الطريقة اللي أنا راح أسويها. شفتوا في هذه المرحلة أنا راح أقصر عليها، خليها رقم 2 أو 3، وأغطيها وأخليها تتسكر على راحتها، بعدين أقول لكم إيش الخطوة اللي بعدها. هذه فريكتنا بنات بعد ما نضجت، ودي تشوفونها تشوق تشوق، انتوا تشمون الريحة، لو تشمون الريحة شيء مش طبيعي. راح اضيف لها تقريبا المقدار هذا، راح اضيف لها نص كوب من الكريمة، واخلط هذه المكونات كلها.
بخليها بس دقيقتين تقريبا على النار، حرارة هادية جدا. هذا يا بنات طبقنا، أي طبق يدخل الفرن. راح نبدأ نوزع عليه الفريكة اللي بالكريمة. يا ريحتها يا جماعة، مو قادرة أنتظر صراحة أبدا. اللي ما جربتها تجرب، والله بتدعون لي. بنات راح أضيف أجبان، عندي هنا خليط 4 أجبان، تشيدر وأمنتل وقشقوان، هذا جاهز. تقدرون تحطون اللي ودكم أنتم طبعا. وبزيده بعدين موزاريلا على الوجه، موزاريلا وتشيدر يكفي، موزاريلا وقشقوان وتشيدر اللي ودكم. هذه الموزاريلا حطيتها على الوجه عشان قوام مطاطي يوم يتشهي يا جماعة. وكذا خلاص خلصت، كل ما هنالك راح تدخلينها إلى الفرن، بنخليها إلى وقت بندخلها الفرن. جربوها جربوها جربوها، مو بكيفكم، اللي تجربونها تجنن.